بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم، أنا في مؤسسات ابن زيد بسلاجان تابعة لجامعة سيدي يوسف أحمد، اللي المؤسسة فتحت الأبواب ديالها خلال هذا الموسم الدراسي 2013-2014، وكان الموقع ديالها والتواجد ديالها عطى الأكل ديالها كما غادي نشوفوا إن شاء الله في النتائج ديال تقريب المؤسسة للتلاميذ والمواطنين. أولا نتوجه بالشكر الجزيل للسيد النائب وللطاقم المرافق له، اللي هما سهلوا الأمورية ديال الدخول المدرسي بجميع القضايا خاصة مليون محفظة. لولا العمل المعهود في السيد النائب وفي الإخوان المرافق له لما استفادت المؤسسة من مليون محفظة. هذه الاستفادة جعلتنا أول الدخول المدرسي غادي يكون في وقته يوم 12 سبتمبر، كان الأساتذة خدامين في الأقسام. ثانيا شجعنا التلاميذ والآباء على الدخول المدرسي في الوقت المناسب بدون اي تعطل. كذلك بالنسبه للوسائل التعليميه فهي متوفره، وبالنسبه للمؤسسه فهي على اشاره الجميع. الجوانب الايجابيه اكثر لتقريب المؤسسه للمواطنين ظهرت على مستوى التغيبات ديال التلاميذ، نسبه جد ضئيله، بل سجلنا 3 أسابيع بدون اي غياب. بالنسبه للتاخرات شبه منعدمه، لماذا؟ لان كاين نقل مدرسي اللي هو توجه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هادو جوانب القوه في المؤسسه، الى درجه ان نسبه ديال التلاميذ الحاصله على المعدل ما يزيد على 147 تلميذ على 238 على معدل يفوق 17 على 20 17 و61، ادنى معدل 75. كذلك نسبه العنف في المؤسسه تكاد تنعدم، لان كاين تكامل ما بين الاطر الاداريه والتربويه على مستوى التواصل لا مع الاباء ولا مع التلاميذ. اضف الى ذلك بعض الاكراهات اللي هي تعيق شيء ما السير العادي للمؤسسه، وهو الكهرباء اللي باقي ما جاش، لاكراهات متعدده، اكراهات اداريه. ثم اضف الى ذلك بعض الاشخاص اللي ولاو تيستغلوا الكوشات بعد القرار ديال السيد العامل ورئيس الجامعه والسلطات المحليه مشكورين على اتخاذ القرار الجري لتوقيف هذه الافراد. لان مع الاسف الشديد ولاو بعض الاشخاص تعمر الافراد ديال الجير ولو عن طريق التناوب. هذا الشيء يعيق السير العادي للمؤسسه، لان بعض المرات راه ملي تيكون الشقي كثير او تيكون الغربي تيهب بكثرة تقريبا ما يفوق 10 كيلومتر في الساعه، تتضرر المؤسسه وتتضرر كأطر اداريه وتربويه وتلاميذ. بطبيعه الحال الابناء ديالنا باقي صغار ما عارفين شيء، ولكن بالنسبه لنا ككبار وكراشدين كاين ضرر. ونتمنى ان شاء الله من السلطات المعنيه، ونتمنى من هاد الاخوان اللي هما تيستغلوا الافراد ديال الجير ينقلوا هذا المكان اخر. حنا لسنا للضغط على الارزاق، ولكن للمحافظه على محيط المؤسسه وعلى المجال المحيط بها.